السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبناء وبناتي طلاب جميع المراحل التعليمية. النهاردة هنتعامل مع موضوع مهم جدا في اللغة الإنجليزية، وده بيسبب عائق كبير جدا مع معظم الطلاب، وهو How to write a paragraph، إزاي تكتب باراجراف. موضوع كتابة الباراجراف موضوع يعني نقول سهل ونقول صعب. هنقول سهل للناس اللي هتركز معنا النهاردة، وهنقول صعب للناس اللي ما بتركزش أصلا. فنركز مع بعض إزاي أكتب باراجراف، عشان بعد الحلقة بتاعت النهاردة إن شاء الله المفروض إن مفيش طالب بيطلع من الحلقة ما يعرفش يكتب باراجراف. عشان تتعلم تكتب باراجراف لازم أول حاجة تتعلمها التكوين أو التركيب الصحيح للجملة في اللغة الإنجليزية. طيب التركيب الصحيح للجملة في اللغة الإنجليزية، أنت عندك الجملة بتبدأ بالسبجكت الفاعل، بعد الفاعل فعل اللي هو الفيرب، وبعد كده الأوبجكت اللي هو المفعول. يبقى أنا عندي سبجكت فاعل، وعندي فيرب فعل، وعندي أوبجكت مفعول. لما تعرف إن الجملة بتتكون من فاعل وفعل ومفعول، وتيجي تعمل أي جملة تركبها على نفس الوضع ده، عمرك ما هتغلط في الباراجراف. ولنفترض مثلا إن أنت عايز تترجم جملة أنا أحب اللغة الإنجليزية. أنا أحب اللغة الإنجليزية، أنت هتحط أنا في الأول، فهتحط أنا في الأول، فهتبدأ بـ I أهوت يحب like اللغة الإنجليزية English. كده أنت عملت جملة كاملة. إيه المشكلة يعني؟ إيه المشكلة اللي مقابلك دلوقتي؟ أنت عملت جملة فاعل وفعل ومفعول. أي جملة عايز تعملها في الباراجراف، شوف الجملة بالعربي إيه في دماغك، وبعد كده ترجمها English. أنا أحب اللغة الإنجليزية. اوعى تنسى ان انت هتحط فاعل في الاول، وبعد الفاعل هتحط الفعل الفيرب، وبعد الفعل هتحط المفعول. طب الكلام ده يطبق على مين؟ الكلام ده يطبق على اي طالب عايز يكتب باراجراف. طيب في حاجه مهمه قوي انا عايزك تتعلمها، ولازم تتعلمها، ولو ما اتعلمتهاش هتبقى مشكله عندك في الباراجراف وفي كل حاجه. هي ايه؟ هي الافعال المساعده. طيب خلينا بالافعال المساعده شويه. تعال نشرح الفاعل في الاول لو انت عايز تتعامل مع الفاعل. الفعل في اللغة الإنجليزية يا شباب حاجتين، يا إما اسم يا إما ضمير. يبقى يا اسم يا ضمير. الاسم أي اسم هتحطه هتبدأ بالكلام، هتبدأ بأحمد، هتبدأ بمنى، هتبدأ بكات، هتبدأ بكار، هتبدأ بأي اسم. أو إن أنت هتتعامل مع أي ضمير من ضمائر الفاعل السبعة اللي هم I he she it they we you. اي ضمير من ضمائر الفاعل هتبدا بيه جملتك، او اي اسم هتبدا بيه جملتك. كده انت خلصت من الجزء الاولاني اللي هو السبجكت اللي هو الفاعل. طيب بعد كده الفعل بقى. الافعال عندك في اللغه الانجليزيه مقسومه لقسمين، افعال مساعده اللي هي helping verbs، وافعال اساسيه. الافعال المساعده في اللغه الانجليزيه ثلاث أفعال مساعدة ومعاهم أفعال ناقصة. أنت عندك verb to be اللي هو am و is و are و was و were، ولازم تبقى عارف كل حاجة بتيجي مع إيه. عندك verb to do اللي هو do و does و did، وبرضو لازم تبقى عارف كل حاجة بتيجي مع إيه. عندك verb to have اللي هو have و has و had، وبرضو لازم تبقى فاهم كل حاجة بتيجي مع إيه. وعندك المودال فيربس اللي هي الافعال الناقصه اللي هي ويل وود كان كود شال شود وهكذا. والافعال الاساسيه يا شباب هي اي فعل في معاد الافعال اللي قدامنا دي، فعل بلاي، فعل جو، فعل واتش، اي فعل تتخيله يعني بلاي اهوت يلعب، جو، واتش، اي فعل. تمام كده. وبعد كده المفعول هي الكلمه اللي بتكمل كلامك. الكلمه اللي بتكمل كلامك يعني ايه؟ يعني انت مثلا لو انت هتكتب جملة انا مدرس، انا مدرس اللي هي I am a teacher، انا معلم. حطيت هنا الفاعل I والفيرب اللي هو am يكون، وبعد كده كملت a teacher noun اسم. طيب انت عايز تقول مثلا انا طويل، هتقول I am tall. فانت هنا كملت بأدجكتيف صفة، حطيت فيرب تو بي وحطيت صفة. في معلومة مهمة جدا عايز اقولها لك بخصوص الافعال المساعدة.
لازم تبقى عارف ان verb to be اللي هو يكون بيتبع بثلاث حاجات ممكن يجي وراه اسم noun او adjective صفة او فعل مضاف له ing. يبقى كده عشان تجيب فعل مضاف له ing في اللغة الانجليزية مش هينفع تجيبه مع الافعال المساعدة غير verb to be بس. يا اما هتجيب بعد verb to be اسم فتقول I am a teacher، يا اما هتجيب بعد verb to be adjective فتقول I am tall، يا هتجيب فعل مضاف له ing فهتقول I am playing tennis. شوف انا من verb to be عملت كم جملة، شوف من verb to be عملت كم جملة وعلى اي بس، فما بالك بقى لسه عندك سبع ضمائر فاعل ولسه عندك شغل تاني. طيب verb to do، لو انت هتجيب verb to do في جملة هتجيب وراه اسم او هتجيب وراه infinitive فعل في المصدر، هو ده تبعية verb to do. هتجيب وراه اسم فهتقول مثلا I do my homework، I do my homework، او I don't like Arabic. فانت حطيت don't اهيت وحطيت وراها فعل في المصدر. طيب بعد كده verb to have لازم تبقى فاهم انه بيتبع بحاجتين، يا اما اسم يا اما فعل في التصريف الثالث. طيب تعالوا نشوف كده مثال على الاسم، فتقول I have a car، I have a car، او I have bought a car. كده verb to have وراء اسم هوت نون، وverb to have وراء فعل في التصريف الثالث. من اهم الافعال في اللغه الانجليزيه اللي هتفيدك في كتابه الباراجراف كويس جدا الافعال المساعده. احفظ الافعال المساعده كويس، اعرف تكوين الجمله اللي احنا قلنا عليه، حط الجمله في دماغك بالعربي وبعد كده ترجمها انجليزي، هتلاقي نفسك بتكتب باراجراف. لان انا بشوف مشاكل كتير جدا عندي في المجموعات في كتابه الباراجراف، هو مشكلته انا مش عارف اكتب جمله، هي دي المشكله اللي بيقولها كل مره، انا مش عارف اكتب جمله. انت مش عارف تكتب جمله، ما الجمله قدامك اهي، حط فاعل وفعل ومفعول. اي موضوع هو بيجيبه لك تتكلم عليه حط فاعل وفعل ومفعول. لازم تفكر في الجمله بالعربي وبعد كده تبتدي تترجمها انجليزي، والكلام ده هيفيدك في كل مراحلك وهيفيدك كتير قوي كمان في المرحله الثانويه لما تدخل على سؤال الترانسليشن اللي هو سؤال الترجمه. فهتبقى فاهم ان انت عندك سؤال بتترجمه من عربي لانجليزي وسؤال بتترجمه من انجليزي لعربي. يا جماعه موضوع كتابه الباراجراف موضوع مهم قوي وموضوع سهل قوي، كله معتمد على ازاي تبني جمله صحيحه في اللغه الانجليزيه وازاي تمشي مع الجمله لحد الاخر. ثانيا، انت لو بتتكلم على موضوع معين في الباراجراف انت لازم تبقى كل كلامك عن الموضوع ده، يعني ما يجيبلكش مثلا يقول لك اتكلم عن A visit to Luxor، زياره لمدينه اللوكسور، وانت تروح تجيب لي مثلا معلومات عن اسكندريه، او تروح تقول له مثلا انا بحب المدرسه، ايه دخل ده في ده؟ زياره لوكسور. يبقى انت هتعمل كل موضوعك من اول الباراجراف لاخر الباراجراف عن زياره مدينه الاقصر. فعايزين نركز شويه في كتابه الباراجراف، لازم تبقى فاهم ان انت بتتعامل على الجمل المتصله. ثانيا، وانت بتكتب الباراجراف ما تكتبليش جمل تحت بعض، الجمله بتخلصها وتحط نقطه وتكمل الجمله الثانيه. تحافظ على البنكتويشن كويس جدا، يعني انت بتبدا الجمله بكابيتال، بعد ما تخلص الجمله بتحط فول ستوب، اسماء الاشخاص، شهور السنه، ايام الاسبوع، البلاد، كل ده لازم يبقى بادئ بحرف كبير، حرف كابيتال. اتمنى لكم التوفيق جميعا، واتمنى ان انتم تكونوا استفدتوا حاجه النهارده من هاو تو رايت باراجراف. لو عندك اي مشكله سيبها لي في التعليقات اللي تحت الفيديو، انا هرد عليكم ان شاء الله. ما تنسوش لو عجبكم الفيديو تعملوا شير ولايك، ولو ما كنتش اشتركت في القناه يا ريت تشترك وتفعل زر الجرس عشان يوصلك الفيديوهات الجديده. اشوفكم على خير الحلقه اللي جايه في فيديو جديد. جود باي.